قالت الفلاسفة ان شر ما تصاب به النفس البشرية عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. شر ما تصاب به النفس عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. قلت فهل لتلك العقدة من دواء؟ اذا كانت تلك العقدة مرضا فهل لتلك العقدة من دواء؟ وبحثت عن صيدليات الارض اجوب قفارها واصبح في مشارقها ومغاربها فلم اجد الدواء لهذه العقدة الا في صيدلية واحدة، هذه الصيدلية مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 99 والمئتين انتقل بحضراتكم الى حبيب الله محمد. يا طبيبنا، يا صاحب الصيدلية القرآنية، ان المصابين بعقدة الخوف من المستقبل جاءوا الى صيدليتك يلتمسون الدواء، فهل لدائهم من دواء؟ قال الحبيب محمد: من كان مصابا بهذه العقدة فعليه ان يقرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. ثم قال بعد ذلك: الذي لا يموت. فلماذا بعدما اثبت الحياة لذاته نفى الموت عن ذاته؟ لماذا لم يقل وتوكل على الحي وسبح بحمده؟ لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لماذا قيد الحياة بانها لا موت بعدها؟ اتدرون لماذا ايها الاخوة المؤمنون؟ لان كل حي يموت ولا يبقى الا الله ذو العزة والجبروت. كل حياة غير حياة الله فانية. والله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. الى اين؟ الى شاطئ البحر، ثم الى غار ثور. اقف بين المنطقتين، امد احدى يدي الى موسى واخراهما الى سيدنا محمد، وما زلت مع دروس الهجرة، ثم انا ما زلت مع درس الثقة واليقين في الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت
فاستعن بالله. تعالوا الى موسى وهو الان واقف على شاطئ البحر والبحر هائج مائج في حالة مد. ثم تعالوا الى الحبيب تعالوا الى حبيب القلوب وطبيبها. انه ليس واقفا على شاطئ وليس واقفا في عراء وليس واقفا في فضاء، انه جالس في غار لا يتسع الا لاثنين الله ثالثهما. في غار كهف داخل جبل، لكن على باب الغار جيش مشرك. يقول ابو بكر: يا رسول الله لو مد احدهم يديه لامسك بنا، ولو نظر احدهم الى موقع قدميه لرآنا. ولكن ما هي المقارنة بين اصحاب موسى وبين صاحب محمد؟ اصحاب موسى كما وصفهم مولانا جل في علاه: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال: كلا ان معي ربي سيهديني. صاحب محمد وهو ابو بكر لا يبكي جزعا ولا خوفا على نفسه. الرسول يقول له: ما يبكيك يا ابا بكر؟ يقول له الصديق: يا رسول الله انا لا ابكي على نفسي، فانا اذا مت فانما انا فرد كبقية الناس، انما ابكي خوفا عليك انت يا حبيب الله، لانك اذا مت اليوم هلكت الامة جميعا من بعد. فيقول له الحبيب: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، لا تحزن، ان الله معنا. لم يقل له لا تجزع، ولم يقل له لا تقلق، لان الجزع نقص والقلق ضعف، اما الحزن فانه عاطفة ورحمة ومودة ومحبة لصاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم محمد. لا تحزن ان الله معنا. اما موسى فقال: ان معي ربي سيهديني. لم يقل لأصحابه: لا تحزنوا إن الله معنا، إنما قال: كلا، إن معي ربي سيهديني. الحبيب محمد يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل إن الله معي، ولم يقل إن معي الله، ولم يقل إن معي ربي، إنما قال: إن الله معنا. موسى يقول لقومه: كلا، إن معي ربي سيهديني. لماذا؟ إن المقام خطير. أصحاب موسى كان عددهم 600,000، كان عددهم 600,000،
وكانوا في خلاء وكانوا في فضاء وكانوا يستطيعون ان يقاوموا فرعون وجيشه ودولته، ولكن لم تكن القلوب عامرة بنور الله. ولذلك فان النفس تسيل مرارة، وان الكبد يتفتت جوا وحزنا وألما وكمدا عندما يقول موسى ان معي ربي سيهديني، كأن الله ربه وحده وليس ربا لهم. لماذا؟ لانهم لو كانوا يعرفون الله ما قالوا لموسى انا لمدركون.